بخير يا مصطفى. ما بده والله بده. بده ايه؟ شو كنت عم تتغسل؟ بده شو جابك تلو؟ كنت عم تتغسل؟ ليش السؤال؟ لك شو كنت عم تساوي بالحمام؟ ولك ابن حماري صاحب الحمام، شو بدي ساوي يعني؟ ابن حمام صاحب الحمام أحوال فوزية؟ لك أبو قاسم، أبو قاسم كان في حديث هيك بيني وبينه، فاهم بقى؟ خير إن شاء الله، في شي مشاكل؟ مشاكل شو؟ مشان زواجتك. لك هذا أبو قاسم بتعرفه أنت طول النهار من على بكرة الصبح بيخالق دبان وشه، وإن شاء الله ما في شي. لا ما في شي، لطيف حالك أنت. طول بالك أبو عصام، أنا خايف عليك والله، ما بدي يجيك وجعة راس من قفاي. لا لا ما في شي ما في شي، خلص طمن طمن. لك أنا بس يجعلي راسي. نعم. بقصد أبو عصام إنه أنا كل عمري متعود يجعني راسي، فهمت علي؟ كل عمري هيك عايش، بعلا ما عاد زبطت راسي، ما عاد بيجعني. بقولتك أنا يعني بقدر أتعود بدونها. شو هاي؟ وجعة الراس. أنت وين رايح بدر؟ أنت وين رايح؟ لك شو بدك مني؟ لا إله إلا الله. لا تحول بالك، وين من رحت أنا معك؟ إيه؟ أبو عصام أنا عازمك اليوم لعندي على العشاء، جايب سودة تازة، دفع اليوم شغلي على كيف كيفك. هلا نروح نعملها مطجن ومنقعد هيك حوالين البحر، بناكلنا لقمتين هيك ونتسلى شوية، بعد منا شو بعمل لك أحلى نفس أرجيلي، بعد منا شو أحلى كاسة شاي اكرك عجم، بعد منا شو كاسة ليمونية، بعد منا شو كاسة ألماسية، بعد منا شو كاسة ختمية، بعد منا بدر الله يرضى عليك، انت شو قلت لي جايب سودا؟ معلق معلق بحاله جايب، خص نص لهالليله. لهالليله؟ قصدي خص نص لك يعني يا ابو عصام. طيب خلص يا بدر فهمت عليك، خلص انت روح هلا ظبط السوداات هيك شويه ورتبهم لي، وشو بدك تسوي فيهم مطجن؟ سوي مطجن انا بعدين بلحقك. يلا ما بتقدر، والله والله ما بتقدر، والله ما بتقدر. لك شو بدك انت؟ ما بتقدر ابو عصام، والله عم اقول لك ما بتقدر. انت بس بدك تجربه، ما بتقدر، مو قليله مو قليله، والله مو قليله. تعا 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 بسليم تعا نعيما عمي كتب الله ينام عليك على راسي. إلك ولا بدي خسر ديبا ما بيصام تعاولي يشوف أبو قدر لعبيته. يلا يكرم عيونك. أمي باقى بعصام بحشوك لك يا أمي، تعاولي 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 معك يا أبو عصام. والمعلق أبو عصام والله هلا والله وحي الله وإيه والله ولعيونك سدادي انت كيف فت لهون؟ الله يسامحك انت تارك برا باب سقاق مفتوح، انا انشغل بالي انسلشت، اسمعوا فايت له شي حرامي شي ازعر شي ابن حرام جاي لهون. باب سقاق مفتوح؟ اطلع اساله اطلع اساله اسكار ما بصدقني اطلع. ما قلت لي شو صوت هالطقطقه؟ شو هالنكوسه؟ شو عم تعملوا هون؟ شوفت عينك؟ شو شوفت عيني؟ شو في؟ عم بنحت. عم تنحت ولا عم تنحت؟ عم بنحت بالحجر. ايوه وليش ما بتنحت برا يعني؟ ليش لا هون هون عم تنحت؟ بس فهمني ليش ما بتقعد هيك برا؟ اربع احسن. فهمك فهمني. القصة بدها شوية ذوق، وانت مثل ما قلت انه في صوت دقدقة مشان ما ازعج الجيران. احسن كلمة قلتها، القصة بدها شوية ذوق.
آخ على هالناس آخ، بتصفي ايدك، بتصفي قلبك، بتصفي أهبال. لك شو ذكرك فيني هلا يا أبو عزيز؟ شو ذكرك فيني؟ شلون الأهل؟ شلونك؟ شو أحوالك؟ شلونك خالتي فتحية؟ إن شاء الله كل الأمور تمام. خالتك فتحية بخير والكل بيسلم عليك، بس خالتك رسمية عطتك عمرها ما شرت فيها. خالتي رسمية؟ هي خالتك رسمية الله يرحمها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. خالتي رسمية ماتت الله يرحمها، الله يرحمها. خير يا بدر، شبك؟ ليش هيك ملهوج؟ لك يا أخي ما في شيء، ما في شيء، خالتي رسمية هي اللي ربتني. الله يرحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون. هي يا أخي بدر، طول بالك، أنا جاي لعندك مشان تجي وتاخذ حصتك. حصت شو؟ خالتك رسمية كانت كاتبة وصية، بهالوصية إلك حصة. حصتها كانت قطعة أرض من جدي وثلاث بيوت بالنبك. فطلع لك حصة بالأرض وبالبيوت مثل ما كانت رايدة الله يرحم روحها. وحصتك 5000 ليرة. شو بنا بدر؟ 5000 شو؟ 5000 ليرة. شو بنا بدر؟ 5000 ليرة. الله يرحمك يا خالتي رسمية، الله يرحمك ويحسن إليك. 5000 ليرة، 5000 ليرة. أبو عزيز، أنت لما بدنا نطلع نستلم الحصة؟ إن شاء الله عطلوها الضو ونتحرك. لك وليش مو هلا؟ لك الله يرحمها ويحسن إليها. 5000 ليرة يا أبو عزيز، 5000 ليرة. شو بنا بدر؟ هلا الدنيا أثمة، وأنا طارق مشوار بعيد، فوت فرش لي خليني نام وريح جسمي. قوم 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 اللحش بالأوضة جوا، اللحش على الفرشة، فوزية مو هون. ليش انا عدران قوم نام ومع الكالات ومصرياتي كلها عصيانة بالضيعة؟ ايه مثل ما بدك، انت هيك طول عمرك. 5000 ليرة؟ الله يرحمك يا خالتي رسمية. لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. فاتحة على روحي، بسم الله الرحمن الرحيم. خمسة آلاف ورقة وشندي داي داي. شو قصة الحيط؟ لا داي والله بايدك أصدق قصة يا زهدي. وينك بسم الله شو بقى؟ شو سلحفت مثل الصرصور؟ لك الله يسامحك، انت تارك الباب مسؤول، بعد ما بخاف يجيك حرامي. ولك تعمل كيف؟ الشيء اللي بعمله بالناس هي انا تقابله فيني؟ شو بنا؟ لا تهبلها، بعدين مو انت عاطيني مفتاح؟ اي والله سكرت. ايه بعدين تعال قلنا شو؟ شو قصة هذا زهدي مهدي وحيط وميت ومدري شو؟ مين زهدي؟ زهدي. ما في شيء، ما في شيء، بعدين بالله. لو ما في شيء لا هي انا مس انا تنكي احكي ليش عاده شو بك قلبت مثل العاده ما في شيء ما في شيء دايخ لي انت دايخ لا لا ادو بيقولوا طيب كتير قوم حط لنا لقمه طيبه ناكلها لو ما حكيت ما كنت غني تكه والعشاء جاهز وصلت هالحيط هالحيط يلا يا حيط استعجلنا بالعشاء شو عم تحكي؟ يعني فات على السرداب؟ ايه فات على السرداب بلش قلبي ينقز من هذا الزلمة انا ماني مرتاح له ابدا وانت اوعى تأمن له ها طيب خليه تحت جناحنا وهيك بنضبه هذا ماله امان يا غسان هاي النوعية من الناس انا بعرفها منيح اذا بتحكي له وبتفشي له اسرارك بلحظة بكرة ببيعك والحل؟ رح نلاقي له حلة خلينا نأجل الحفر لبعد الانتخابات أنا برأيي خليني بلش حفر بالليل لأنه إذا بشيل حجرة واحدة فيني أعبر للطرف الثاني شو رح تعمل هلأ نمس؟ والله لسه ماني عارفان شو رح أعمل مع هذا زهدي خليني بالأول أفهم قصة هالحيط معك حق لازم نفهمها لقصة الحيط بس بتعرف
لازم تلاقي حلك. وحياتك وحياتك للاقي حل يحل محل الحل الحالي لحالتنا حاليا. ايه مزبوط. كول ما تاكل؟ كول ما خليت شيء. تقبل الله ابن عمي. منا ومنكم صالح الاعمال. ريال اللي يرضى عليكي من بكره بتشوفي ام زكي وبتبلش الدوري على عروس لقاو. عروس لقاو؟ ايه عروس لقاو فيها شيء؟ لا معلوم ما فيها شيء، الجواز نص الدين ابن عمي ونيال منوفع راسين على مخده. بس حطي ببالك البيت اللي بتفوتيه تحكي لهم كل شيء عن قاعو. ايه انه زلمه على قد حاله وعقلاته يعني مو كثير. مثل ما بدك ابن عمي، انت بتأمر وان شاء الله من عند على بكره الصبح بروح انا وام زكي وراح افتل على كعابي وما راح ارجع الا لحتى يفقفلوا من التعب. تكرم عيونك. ايه الله يرضى عليك. عمي بصام ايش صار معك؟ هي وصلتي من عند بيت أبو بدر؟ ايه دقيت ما حدا رد. ابي حدا؟ ما في حدا بنور. ما انا محت هون ولا هون؟ ابدا ابدا، مو مبين بالحاره كلها. اذا رحت ابعت لي او اعطيني خبر. ايه امرك امرك يا بنسى. اهلين يا بي، حواتك بتحضر هلا قعدت. بسم الله. صحتي عايز امي كاسه الصفراء؟ ولا شيء. مد ايدك يا ابي، مد مد. الله يحمل معك. مين الله يحمل معه؟ لا شو قصدك؟ ولا شيء. بيناتنا امي عم تخليك تنام. ولا عظام انت سارق ما بفوت الحلقات. علي الجيره هي ما عم تقدر تنام. الله يعينها، ضربتين على راس بوجهه. كول يا ابي كول كول. انت مجوز تنتين؟ اسالني انا. سد حلقك يا صامي، سد حلقك. والله مو ظابطه تكون محلي. ولك سد حلقك بقى. خلصنا خلصنا يا بي. دري هودا مرتي طلع لورتي وقال شو ما بدها اياها عجبك؟ مين قال لك بشير؟ ايه مع انه من حق الجدبه. انت شو قلت لها بي؟ ما فتحت تمي، ما بدي حدا يعد علي بالمصروف يا بي. إيه عندي ضراير وحده بتحط وحده بتنط، مو ناقصني. صحيح مرتك معها؟ مين مرتي؟ شو مين مرتك؟ ام بدر. ولك تضرب انت واللي بسيرك. سد حلقك قلت لك. لان لك مو ظابطه معك تكون محلي. ليش بقى؟ لانه هدول المشايخ لازم يحسبوا حساب، يدوروا مين طالع من خرج النسوان، بعدين ينقوا، مو ينقوا هيك شروي غروي. لك انت عرفان شو عم تحكي ولا؟ ولا شيء يا بي ولا شيء. أنا قايم جيب لك شاي من القهوة. شو قلتي فريال؟ عروس لقاعو؟ إيه قاعو. شو بكي نقصتي مثل كأنه قرصك عقرب؟ قاعود قاعود ابنه لأبو ظافر اللي حرمته فريال خانه بنت الحزب والنسب، بنت أخوه للزعيم الله يرحمه. إيه شو بدك أحسن من إيه؟ لك شو بدي أحسن من إيه؟ مين رح يرضى يعطي بنته لواحد عجدب؟ لك بيعطوا شبكي ام زكي؟ يعني الا ما نلاقي له شي وحده هيك درويشه ومعتره ترضى فيه. يضحكوا بيعبن اهله انه حيناسبوا هيك نسا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. مين هالمعتره والدرويشه يلي رح ترضى بقاعو؟ اكيد رح ترضى فيه مشان مصريات ابوه. ام زكي انت ليش حامله سلم بالعرض؟ دخيلك حطي بالخرج الا ما نلاقي له شي عروس. بعدين شبكي المثل بيقول ربك بيسلط ابدان على ابدان حتى الامل على الصيبه. ايه خلاص اصريه رح ندور له على عروس فهمنا. ايه ها هذا الحكي المزبوط والمدوزن. تقبري قلبي ريتك يا ام زكي. يلا راح البس ملايتي انا. بس أول شي يعني لازم نقوم بالواجب وروح بارك لخص نص لفوزية. لا حبيبتي ما رح أروح معك لأنه بعرفك ليش رايحة، مشان تتمسخري على سعاد. لا أيوه مين جاب سيرة سعاد؟ عليم الله بحبها لسعاد من صمصومة قلبي. أيوه أنا اللي بعرف أنا.
تفضلوا يا جماعة، أماني أماني، حضرتوا ما حضر واجبكم. الله يسلم فضلك تؤبسيني. إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن شاء الله جوازة الدهر يا فوزية، إن شاء الله بيغلبك بالمال بتغلبيه بالعيال. شو أنا فريال؟ عم تتمقلسي علي؟ لا والله ما عم بتمقلس عليكي، فرحانت لك من صمصومة قلبي، ولولا العيب والحياة كنت زلغط لك. لك فريال، لك فريال، أقصري الشر يبليكي بحمى. شو بتقولي يا شر الشر؟ والله لو أعرف إنك جاي مشان الشغلة ما كنت إجيت معي. والله ما عم بتمسخر، شو بكي امزكي؟ ليش عم بتحطيني بزمتك؟ لك عن جد عم هني وبارك وبدي حلي تمي كمان. وها يو يو يلي بيسمعك بيقول ما بتعرفي القصه وما فيها، لك كل هالجوازه هيك وهيك يعني شو مولدتو؟ شلون يعني هيك وهيك؟ لك فوزيه لك شو بلا؟ شو نسيتي ان كل الجوازه تشحيشه؟ مش عم ارجع له لابو بدر؟ لا اوعك اوعك تفكري هيك يا فوزيه، حرام ما بيجوز. اول باشتان هي جوازه على سنه الله ورسوله، ما في لعب بالدين. ايوه وثاني باشتان سيرة أبو بدر العجيبية على لساني ما بيجوز، وخصت نص قدام جوزك أبو عصام لأنك صرتي حلالة وشرفه وعرضه بيفرمك فرم. عم تفهمي؟ قدام مين؟ جوزك أبو عصام صرتي حلاله، وإذا مالك مصدقة اسألي يلا ضرتك أم عصام. إيه بتكون عم تسمعنا. دين على الفصل ولي على عيونكم تروحوا قنع. شو صار بالقهوة يا دلال؟ مك شايفة؟ شايفة أنا مقوصة فريال؟ قال جاي تبارك؟ جاي على بالي اطلع انقرى بهدلة وقلعها من البيت. لك لأيام وشو هالحكي؟ شو بدها تحكي الناس علينا؟ خلص اتركيها. شو بدهم يحكوا؟ ما شايفة كيف جاية تشمت فيني؟ والتانية أم زكي دبارة عندي. يا ماما بتقبري قلبي روقي. خلصت القصة، مو أبي راح لعند أبو بدر مشان يطلقها، ويجي أبو بدر ياخذ مرته، خلص روقي. الله يمضي هالنهار على خير. آمين يا رب. خذ مسك. يا سلام. هات واحد تاني، هات هات. مسمار، هاي مسمار. شاكوش بإيدك. مو شو؟ شوف يا هيك شوفها من بعيد هيك ساقطة. جيني. شوف. إيه بدها تنزيل شوي. إيه ماشي. لحظة شوي. معناتها ساقطة شو؟ خرب عليه. أشي يا حبيبي أشي. يلا شوف ناولني سيك المسمار. هاي المسمار وهي الشاكوش مش عم تقلي وينه؟ وين المسمار؟ هاي المسمار. هاي الشاكوش. هاي الشاكوش. لك مو هاد يخرب بيت سنتك، مو تبع الصرامي. شو هي؟ هات التاني سيك. هيك لشوف شو زاطف. خذ هاي المسمار ثاني. اوعى راسها عقيل. تعال شوف الشوفه، تعال شوف الشوفه. لا شوفي، لا استعجل استعجل. شوف بطل مين. شو هاد ولا لما قلب العقيد؟ ايه محل عقيد والله. هلا والله هيا الله. اي والله ولا عيونك خرب مش هالكلام. لا حول ولا قوة الا بالله. شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ هاي للمهندس سعودي. شي وشو وصلك للمنزل انت؟ شو لا شو لا شو بعرف. لا 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 يا عقل شو عم تعمل؟ انا كل رفقاتي هيك احسن الناس، مانسين دكاتره كذا مثلا لازم انه يكا. اي لكان وانت لك واحد منهم زينتهم البركه. ايات لشوبه قال لي. لا تنكم رافقه مشان لعي العين تطرقك. الله يسامحك يا عقيد. هلا انا هيك بنظرك يعني على اساس انت دارس طب؟ ست حلاك ولا اللي لشوف لبس. شو قصته هذا المهندس زهدي؟ شو قصته هذا الزهدي؟ لك انا عم بسالك شو قصته؟ لا قال لي قصه ولا شيء، بس الزلمه اجى هيك لعندي دق الباب فتح له. هيك لله بالله اجى دق الباب عليه؟ هيك لله بالله فجاه وقز وربما كنت قاعد بالبيت فقز مين دق الباب. بفتح الباب بلاقي بيقول لي مرحبا انا زهدي انت المهندس لمس؟ قلت له ايه. قال لي شرفنا. قال لي حابب اشرب عندك كاسه شاي؟ قعد يشرب عندي كاسه شاي قام لقها بلا سكر. اللي بده سكر هسه حطيت له سكر. قال لي وينك يا استاذ يا معلمني؟ بس الله يسلم عليك بدي اياك تساعدني بالانتخابات. لك ست حلقك بقى ست حلقك. لعما شو بتلعي؟ قال لي هيك اجى دق الباب عليك وقال لك يا مهندس نمس تعال ساعدني بالانتخابات. قال لي الزلمه بده يرشح حاله الانتخابات وقال ما في مثل النمس يدعمه. يصحك لك اصحك ما تدعمه، لانك اذا ما دعمته ما بينجح. بينجح اذا ما دعمه؟ ما بينجح بدون الدكتور والمهندس. شو بيصير فيه؟ بيسقط. ها لك انا قال لك تدعمه يعني انه اوقف ذنبه.
هلا بدك تدعمه ولا ما توقف جنبه؟ يعني قصدي انه ساعده. هلا هيك انه الباب رح تلاقي الباب عليك ولا تساعده بالانتخابات؟ ايه وانت ليش عينك ضيقه؟ ايش كان ماك مصدق ايش قال تنكر؟ ايه مزبوط كلام النمس طابه. شو تنكي؟ هلا النمس صار كلامه طابه؟ لك والله انتو اثنين اكذب من بعضكم، وملوفكين اكثر من بعضكم، حمل حالك ولا انت يا ولا؟ قصته لهذا زهدي الا ما اعرفها. لا امشي امشي تنكي، عندنا شغله كثير بحاره الضبه. يلا 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 درمن انت ويا ابو الحكام املي هالاكس مصدي من خلتي ايمو. شو العالم هاي ناقصنا بحر يشوا على الريقه. مثل ما عم اقول لك سمعتني، مشان شو تستاجري وتفرشي وتكلفي؟ هي مكتبي جاهز، طاوله وكراسي ومكتب اللي بدك اياه. ما بدي اعزبك معي، رح يكون عندنا اجتماعات كثير. يعني قديش كثير؟ اجتماعين بالاسبوع؟ شو هالمشكله؟ بننسق انا وياكي ونشتغل سوا. يعني اكيد ما عندك مشكله؟ اكيد ما عندي مشكله، بس لحظه قديش بدك تدفعي لي؟ 3 ليرات. والله ما بدي. شو بدنا نسميها للجمعيه؟ ما خطر لي. مثلا جمعيه الامل. ايه حلو حلو حبيت الامل. تفضلي. ولك نمر؟ أهلين عمي بحاجي. لك شو شلون عم تقيم لافتات العالم وتعلق لافتاتها؟ ايوه بدي اعلق لافتاتي، بعدين هنن علقوا لافتاتهم محل ما انا كنت مفكر علق لافتاتي، يعني عم يعتدوا على افكاري بكل شقارة. لك شو مجنون انت بدك تعلق مع العالم؟ تعال الصبح بكير وعلق لافتاتك قبلهم. شو اعمل ايش كان راحت علي نومه؟ الله يثبت علينا العال والدين. الله معك عم بحازم، مع السلامة. نمس نمسك في وحدة هنيك يا باطل. قولوا الله يا رجال. الله روح جيب السلم. روح روح. مين ها محمد حطا؟ ما بعرف. شو فهمه هذا بالسياسة وبالبرلمان؟ شو بيعرفوا فارس بيك الخوري؟ معكم الله معكم. تعال انت حطوا للسلم. حطا هون سيك نمس مسيك. هات لشوف لابد لحظة شوي لحظة شوي عليه عليه مشان ما حدا يشيل. لك شو حارتي ما حارتك؟ رو انت علق هني. يلي مثلك بيعلق هني، رو عمو رو لعند البابا، هلا بيشغل باله عليه. رو انت علق هنيك، العمى ضربك ضرب صحيح. تنكي؟ عم تسمع مثل ما عم اسمع؟ انا اللي عم بسمع. رح اعمل حالي ماني سمع، رد على هالولد، حاعمل حالي مو سمعانه. لك يخرب بيتك من حالك، لك شو هالغلط الكبير هذا اللي ارتكبته؟ لك انت عرفان حالك مع مين عم تحكي؟ لك عم تحكي مع النمس؟ لك شو بيهوي منك ومنه؟ بتروحوا من هون لما اختار به الحارة على راسكم. لا ما عاد فيني اعمل حالي ماني سمعان، لك زينك. لك نواقصي، لك نمس العمى ضربها، بطل لبسولك الناقصة. لك شو بدك من الرجال يعلق لافتاته وين ما بده؟ شو خصك؟ والله شو؟ يروح يعلق بحارته؟ جاي يعلق بحارتنا؟ عال والله شو هالحكي؟ ايه لا تكون حارة الضبع حارة اللي خلفها. بعد اذنك ابو جودة فيني احكي كلمة؟ شد وجهك ولك تركي. قسما بالله ايش كان بتفتح تمك بحرف واحد؟ منزلك لتحت اضحك فلا قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شو حكينا؟ عم نقول لك كلمة بدنا نحكي.
هلا بالزودات انت ليش جايبنا لهون الزلمه ضربني وشرف شحني ومسح الارض فيني وما خلى شيء قدام الناس كلياتها، وانت الحكومه شغلتكم تاخذوا لنا حقنا. خذ حقول العمى شو كذاب ولك بتطلع ستي كذاب ولك عواجي ولك انت ولك حاسد شو هاد ها اجا بيك شهدي بيك يا عينيك خذ لنا حقنا. اهلين شهدي بيك، اهلا وسهلا. شو هاد اللي عم بيصير؟ شو هاد؟ مزيان خذ لي الحواش من هون. ارسي عفوا عفوا نزل ايدك. خليهم شوي خليهم شوي خليكم. ايوه اخي الكريم، انا بعتذر بالنيابه عني وعن السيد النمس، ويا ريت تبقى تنسق مع السيد غسان بخصوص مكان تعليق اللافتات، ويا ريت تجي لعندي على المكتب، بدي احكي انا وياك كلمتين كونك مدير حمله المرشح المنافس. استاذ اعتذارك مقبول، بس الاخ هون عمل من الحبه قبه. يخرب بيتها، انا عملت من الحبه قبه ولا؟ خلصنا نمس. ابو ضاي شرف عمي كسر. امشي شباب. عمي روح تحرك روح. اغري. لك يا نمس، انت كيف بتعلق لافتات بدون ما تخبرني او تخبر ابو جودات لحتى يزبط لك امورك؟ يعني قلت حالي ما بدي اشغل شيء، بس بعلق اللافتات، ما في داعي نشغلكم ونعذب سياده ابو جودات. ايش شو الشغله سايبه يا نمس؟ عفوا ابو جودات، شو الشغله سايبه تطلع وتقطع لافتات المرشحين المنافسين؟ شو هذا الحكي؟ ما قلنا مننسق كلياتنا مع السيد ابو جودات؟ مثل ما تفضل استاذ زهدي، لو رتبتوا معنا من البدايه ما كان صار هذا العي. بعد اذنك ابو جودات، انا رايي اللي بيعمل عي يمشي دغري. وما كذلك، سمعتوا؟ خلاص خلاص ما راح يعيدها. النمس غسان، خذ النمس وروحوا على المكتب، بدي احكي مع السيد ابو جودات كلمتين. سيد دابي تفضل تفضل يا معلم. عليكم السلام. شرف 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 زيادة شرف. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. لازم نقعد معه ونسمع للزلمة، وإذا بده يضل هذا النمس عم يعمل لنا عي ووجع راس مشان نحطه عند حده. كلامك صحيح يا أبو قاسي. لك يا سيدي مو نعمل هذا النمس، وينه الزلمة حتى نحكي معه وهات أشوف وينه؟ لا أنت مع مشروعه أبو عصام؟ لك شو مشروعه بالأول أبو ظافر؟ وين مشروعه؟ ما حكى لك عليه؟ لك يا سيدي حكى لنا، وشفت بعيني هذا الشيء الرسمة الجديدة تبع الحارة، شفتها. قصدك تنظيم الحارة؟ هاي حارة جديدة، هي مو تنظيمات تنظيمات، أنت شفت تنظيم؟ لك إيه تنظيم؟ شي؟ لك يا أبو ظافر، ذكر منيح، أنت اللي شفته بالرسمة تنظيم للحارة ولا هي حارة جديدة كلها ما فلقها؟ لا أنا شفته تنظيم. مشان اللي خلق شو بقي من الحارة بهالرسمة؟ يعني كان صفيان شيء لسه من الحارة. شرف. طيب يا جماعة الخير، بدل ما نحن نحكي شيء لسه لا شفناه ولا عرفناه، خليه يجي الزلمة ومنحكي معه بقصة هذا النمس والعي اللي عمل لنا اياه، بعدين بنحكي بمشروعه، مشروع التنظيم. والله إذا كان هالمشروع هاد بيخدم الحارة بشي مدرسة ولا شارع، شو عليه؟ لك ما حدا بيقول لا يا عمي، والله ما حدا بيقول لا. ماشي ماشي خلص، هلا بكره بيدوب الثلج بهذا المرة، لنشوف سيدي، نستنى بنشوفه للزلمة وبنحكي معه إن شاء الله. وأهم شيء نشوف البلدية. البلدية هي أول وآخر مرة بتعمل معي هيك، دير بالك كل شيء ولا تشوه سمعتي قدام الناس، وخصوصي بهالمرحله الحساسه. عاش بالله تقعد تعمل لي لعب اولاد وحركات وتقص لي لافتات وتعلقني مع مندوبين المرشحين التانيين، هي شغله ما بسمح فيها ابدا ابدا. مفهوم؟ مفهوم خاصي دي ابدا، اعتبر خاص صار وحياتك انا تامر امر استاذ. ايه اسمع شو بدي اقول لك. سمع. الانتخابات بعد 15 يوم، وكل صوت بتجيب لي اياه رح اعطيك عليه ورقه. ورقة؟ ورقة؟ ايه ورقة، أنا رح أعطيك ورقة وأنت شوف تعطي الناس تصطفي. ايه ما بتعرف بالجلسة أعطيهم وقت أنا ورقتي. أنت بدك تعطيهم ورقتين؟ ايه أنا بعطيهم ورقتين، أنا كريم خيرات الله وإيدي فاروطية، بعدين الناس خطاي حرام دراويش، خليهم يعيشوا، خليهم يتفنكروا، خطاي شو علي؟ وينك يا بير؟ علي ما علي، لخلي لك كل حارة الضبع وحارة أبو النار يجوا لعندك ويقولوا لك جهدي بريك لا عينيك نحن رجالك بين ايديك، جهدي بريك لا عينيك نحن رجالك بين ايديك. بس بدون شوشرة، وكل هوية بتجيبها بتعطيها لغسان، وهو بعدين بيقول لك شو بدك تعمل. شو بعمل بعدين؟ ايه يلا يلا قوم روح شوف شغلك،
وانا رح اروح لعند كباريت الحاره واعتذر منهم على الفصل اللي ساويته. يلا على السريع حريك روح بس ما تتاخر. فوزية يا فوزية. نعم شرفي. لك حاج تعطي بهالكعب نصرتي لي نافوخي. الله يسمع نافوخي. خير شو بدك انت؟ امتى ناويه تزوقي وتطلقي لابو عصام؟ وانت ليش متضايقه؟ شو انت ليش متضايقه؟ ما بدي طلقه جوزي وانا حره فيه. ما عمل لي شيء الزلمه لطلقه. لك والله ما كنت عرفانتك هيك يا فوزيه، جقره وقليله ادب وقليله تربايه. لك نسيتي؟ نسيتي الخبز والملح اللي اكلتيه بهذا البيت؟ سعاد لا تحكي معي هيك. هلا انا وياكي ضراير. كني كنك شبنا. ما فشرتي وليه؟ بعدين انا بتقليلي سعاد؟ انا اللي كنتي تقليلي يا خالتي ام عصام؟ عم تقليلي سعاد هيك؟ ها؟ تعي لهون وليه؟ تعي لهون ما خلصت حكي. تعي لهون. انت كيف تتجرأي بتقليلي سعاد وليه؟ انا ما بدي لك هيك بس انت عم تخليني لك هيك. انت بتعرفي القصه كلها انه انا تجوزت ابو عصام كرمال ارجع لابو بدر. بس انت مدري شلون عم تحكي معي؟ ما عم تطبي لسانك. قولي على قامتك. لك قولي على قامتك. قولي على قامتك. لك كيف بدي احكي معي؟ ما عم بعرف كيف بدي احكي معي. جننتيني. الله لا يوفقك. الله لا يبارك لك. لك شو بدك؟ تشربي قهوه؟ لا ما بدي اتزهرم قهوه. زهرمان البخاري اللي قشك قش. ايه ما بصير. هذا النمس انت ما بتعرفه يا استاذ زهدي. هذا واحد مقطع موصل، واخوه قبل منه مقطع موصل، وكان عميل الفرنساوي كمان. يعني عدم المؤاخذة استاذ زهدي، انت مهندس الك قدرك وقيمتك ومكانتك، بتروح بتجيب هذا الصايع نمس يشتغل معك بحملتك الانتخابية؟ هي ما فهمتها. فينك تشرح لنا اياها؟ يا جماعة الخير، أنا بعتذر عن الشيء اللي سواه النمس، وموضوع إنه هو بيشتغل معي هو ما بيشتغل معي. أنا عندي شاب اسمه غسان مسؤول عن كل أعمالي. عرفوني عليه، لقيته شاب فقير ومعتر، قلت بفيده. بعدين لا تاكلوا هم، أنا بهدلته بهدلة مرتبة وعرفته قيمته، وإذا بدكم بجيبه هلا هلا لهون يعتذر منكم. لا 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 ما في داعي. طالما أنت بهدلته وعرفته قيمته هو غير مستحب يجي لعنا لهون نوب. أستاذ زهدي عندي سؤال واضح، وهي قدامك بريد الحارة. مشروعك هاد بده ينظم الحارة ولا بده يهدها؟ لا يا أبو ظافر، يعني أغلبكم شاف المشروع التنظيمي تبعي، ولا شو سيد أبو عصام؟ والله أستاذ إيه نعم أنا شفت الرسمة، بس كأنه الرسمة بتقول يعني إنه هي حارة جديدة. جديدة كلها جديدة، يعني مو تنظيم. لا هي تنظيم مو حارة جديدة يا أبو عصام. هلا إحنا قدام شغلتين، يا بدنا نصدقك إلك عدم مؤاخذة، يا بدنا نصدق الرسمة نقي. عفوا أبو عصام ليش عم تحاكيني هيك؟ صلي على النبي وطول بالك علي شوي. الله يرضى عليك أستاذ زهدي، أنا عم أسألك سؤال وسؤالي ما في شيء، لأنه لازم نفهم. الرسم اللي انت راسمه شيء ولا عم تحكي شيء ثاني؟ شيء ثاني. شو قصدك ابو عصام؟ واحد مثلي ممكن يكذب؟ انا ما بسمح لك ابدا. لك عمي انا ما احكي معك لشغلي ما بتخصني لحالي، بتخص الحاره واهل الحاره. الله يرضى عليك. شرح عود تفضل. انا لهلا ما تجاوزت حدود الاحترام ما حتى تفز هيك على حيلك. الله يرضى عليك. والشغله عم تحكي فيها انت شيء ولا عم يصير شيء تاني واكبر من هيك؟ بس انت هيك ما عم تحترم حدا يا ابو عصام. عم بحترمك، وكل عمرنا محترمين ونحترم الناس وبنحطهم فوق راسنا وحاطينك فوق راسنا لهلا وعم نسمعك. بس هذا المشروع تبعك لك عمي ليش ما قدمته على البلديه؟ البلديه كانت حتقول رايها فيه، حتقول انه فيه هدل الحاره. ليش ما قدمته؟ قول لي. ما قدمته احتراما لاهل الحاره، قلت بجي باخذ رايكم بالاول بعدين بشتغل بالناحية الرسمية للموضوع. ناحية شو؟ الله يرضى عليك، هذا مشروعك هد للحارة. بس بدي افهم شغلة واحدة، يعني حضرتك ليش ما عم تصدقني بأي شيء بحكيه؟ لك ما فيني صدقك يا عمي لأنه شغلك شيء وحكيك شيء تاني. طيب تعال أقول لك،
انت راسم بالرسمي شارع هالقد ومبلش فيه من اول الحاره على اساس هذا نايم بليش من هون من قدام المضافه ما شاء الله من هون يعني قاصص فرض الصايك على الجامع على القهوه على الكركون واخذ له كم بيت بطريقه تفضلوا طول بالك ابو عصام خلي الاستاذ يحكي لك يا ابو ظافر الاستاذ حكى اللي عنده وخلاص صفي اللي عنا هذا الزلمه فات على الحاره بده يهدها بده يخرب بيوت ناس وما عنده مشكله شوفي براسه ما بنعرف وفوق انتخابات بده ياخذ صواتنا كمان فوق عمي الله يرضى عليك انت من ناحيه نحن من ناحيه هيك بمشي الحال على فكره ابو عصام انت زودت كثير معي وتجاوزت كل الحدود وانا ما مستعد كمل هذا النقاش معك بالاذنت لك اروح على الزلمه ابو عصام ما خليته يحكي لك ما عنده حكي يحكي مشان يخليكم بقى لا ابو عصام كان عنده حكي بس انت ما خليته يحكي ابو عصام انت كثير معصي لك روح وصلي على النبي اللهم صلي على النبي عمي اسمعوا انتم منيح انا اللي عندي قلته اسمعوا قولوا بقى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ايه ما بدك كل هالتعصيب شو بعرفني والله بناقشت معك يا نمس يا كان ورقه على الراس لك ايه لا ورقه لإلي انا انا ان شاء الله اجيب الراس بايش ما كان يا كان من الشرجه بدر عيش الله فتح بوشك بتعرف لك نمس الناس بيجوا معك بعشر قروش ولك ايه بعشر قروش لك يا سيدي خليها بربع ورقه يسقط حالها فكر معي هيك يعني اذا جبنا لنا 1000 بني ادم كل بني ادم ورقه ضرب البني ادم بني ادم تاثير ورقه ولك بيطلع لنا ب 1000 ورقه يا لطيف وهالراس اللي قدامك اذا جاب لك ناس قديش راح تعطيه راح اعطيك لك انت بس خصص ربع ورقه شو ربع ورقه قليل بدي نص شو ها نص ورقه ما بتوفي يا اخي ما بتوفي بلا شو نص ورقه ما بجيب لك اخي ربع ورقه ما في غيرها فكر منيح عجبك عجبك ما عجبك عجبك فكر ارد لي جواب يوم يومين ثلاثه كيفك شو ألف مبروك ها هيك بدي أكي أتنكي يا كان الله يرضى عليك خلينا نبلش الشغل من اليوم نسجل الأسماء وناخذ الأسماء لعند الأستاذ غسان يلا إي خلص خلص موافق مثل ما بدك ربع ربع شو بدي أقول لك نمس ليش ما أخذت رعبون؟ رعبون لك إيه رعبون خذ مصاري ربط كلام مشان تعطي الناس شو بدي أقول لك نمس إن شاء الله مفكر لحالك عم تشتغل هاي الشغلة في كثير غيرك عم يشتغلوها بعدين بتروح عليك ولك كيف راحت عن مخي هاي؟ ايه والله اذا هيك معناتها انا لازم روح هلا على الشعلان تروح على الشعلان؟ ليش تروح على الشعلان؟ ليكو غسان بالحارة بحارة الضبع شو بدي انا بغسان انا بحكي مع الراس الكبيرة يا كام الراس يا راس وقد بعضهم بحكي مع الاستاذ زهدي ايوه قلت لي اللي رايح تشوفها لحبيبة القلب عايشة اوعك اوعك تجيب سيرتها على لسانك اوعك تحكي بالعرض بصيرك لسانك من لغليغو انا شو؟ ولك شو هالناس هي؟ ولك ما عاد حدا بحاله كله بحالك يخرب بيت سنتك ولك انا ناقصني تخيل ولك بده يجيب اسمك على ليش عم تطلع؟ لا تخليني ابعك فيها يوم شو هالحكي؟ ترك العصمة بإيدها؟ أي والله مشان يأمن أبو بدر نخرب بيته هلا ما عاد يأمن بأبي يعني؟ لك يا أختي مو هيك القصة، أبي صار هيك مشان مرتاح الزلمة يعني عمي أبو عصام طلعه ورجعت على بيتها؟ ولحتى يبين أبو بدر ليك ليكون صاير له شيء للزلمة يعني إلا ما يبين، وين بده ينهب له المقصوف بالرقبة؟ لا تعال عافك يلا طمنيني عمي ومرت عمي راحوا لعند خيرية لحتى يقنعوها ترجع على بيتها والله يا سارة خيرية ما بدها ترجع يو شو هالحكي؟ اي والله لك قال ما عاد بدها معتز لا حول ولا قوة الا بالله هلا الناس شو بدها تحكي علينا؟ يا سارة انت شو دخلك؟ الناس رح تحكي على اخي معتز يعني لأنه هو كثير مخه ترس واخذ الشغلة كلها بالهوبرة معقول يعمل عقيد على مرته كمان؟ لا ماني عارفانة شو بدي اقول لك أعوذ بالله أعوذ بالله هذا رجل لا يخاف الله مشروع في مصلحة للناس والنفع للجميع بيقوم بيرفضه طيب ليش رفض المشروع أستاذ؟ أخ يا أخ سمعوا ما بعرف
هذا الشيء انتو اللي لازم تعرفوه. بالآخر أنا بدي مصلحة الحارة يا شيخي.